تسريبات خطيرة نشرها موقع ميدل إيست آي البريطاني يوضح بأن العراق دخل مرحلة الخطر، دخل مرحلة الاشتباكات والتصادم الخطيرة للغاية، وهذا ما أكده الموقع ميدل إيست آي البريطاني يوم أمس. لم يعد لدى مقتدى الصدر خيارات كثيرة، قال قادة وسياسيون في الفصائل المسلحة العراقية لموقع ميدل إيست آي إن الاشتباكات المسلحة التي كان يخشى منها ولكنها لم تشهد بعد باتت وشيكة الآن. ولماذا الآن؟ ولماذا الكلام الآن حول هذا الأمر؟ هذا جاء بتصريحات خطيرة للغاية كما تحدثنا، قادما من عدد من الأطراف وتحديدا من أحد قيادات الإطار التنسيقي البارزين، لم يذكر اسمه ولكنه صرح لموقع ميدل إيست آي حول هذه المسألة. هنا كما ترون هذه هي المنطقة الخضراء، إذا ما أخذنا الحدود الخاصة بهذه المنطقة الخضراء بهذا الشكل كما هو ظاهر لنا، وطبعا ما تحدثت عنه الميدل إيست آي البريطانية من هذا الكلام أكدت بأن عملية التصعيد ووصولنا إلى هذا الكلام هو لا يأتي بسبب أن التيار الصدري فعلا وأنصار التيار الصدري تقدموا من ساحة التحرير إلى جسر الجمهورية مباشرة ووصلوا إلى مجلس النواب العراقي الذي لا يزالون أساسا متواجدين فيه. لا أبدا، أن هذا يعتبر تصعيدا فعلا من السيد مقتدى الصدر، ولكن الأمر وصل إلى حده عندما وصلوا أنصار التيار الصدري إلى نقطة مهمة ألا وهي مجلس القضاء الأعلى عند البوابة. لم يقتحموا مجلس القضاء الأعلى، لم يشتبكوا مع حراسه، انسحبوا بعد ذلك وتركوا خيامهم وعليها الكثير من المطالب. ولكن الكلام هنا من أحد أهم قيادات الإطار التنسيقية البارزين للميدل إيست آي أكد بأننا وبأنهم اعتبروا بأن هذا تصعيد كبير جدا، وبأن علينا الآن أن نصعد نحن بدورنا تجاه التيار الصدري وتجاه السيد مقتدى الصدر. وبالتالي هم نشروا العديد من العناصر المسلحة الخاصة بهم في العديد من الأماكن وقاموا بإعادة انتشارهم، وكان هنالك بيانا صادرا شهده الجميع من هيئة الحشد الشعبي، ولكن أيضا قادة الإطار التنسيقي وهذا القائد تحديدا الذي تحدث إلى الميدل إيست آي البريطانية قال نحن لا نصعد من أجل الصدام مع السيد مقتدى الصدر على المستوى العسكري، لا أبدا، فهو تصعيد من أجل ردع أي تصعيد قادم من السيد مقتدى الصدر. أكد بأنهم لا يعرفون ما الذي سيفعله السيد مقتدى الصدر، الواضح من تصريحاته بحسب كلامه بأنه سيكون هنالك تصعيدا في الداخل العراقي قادم، ولكن لا يعرفون ما هو، ولكن هم يريدون هذا الضغط الكبير أن يأتي بهذا الشكل من قبلهم من أجل منع السيد مقتدى الصدر من استخدام أنصاره واستخدام طبعا الشعب العراقي بحسب تعبيره في عملية التصعيد بشكل أكبر. كذلك مصادر أخرى للميدل إيست آي البريطانية أكدت أن هنالك تهديدات يتعرض لها السيد مقتدى الصدر، وأن هنالك حماية كبيرة جدا واستنفارا أمنيا في مقر إقامة السيد مقتدى الصدر من أجل حمايته ومن أجل كذلك حماية عدد من الأطراف الأخرى المهمة من قيادات التيار الصدري. وبالتالي الموقف بهذا الشكل البسيط الآن الذي نراه بهذه القصة البسيطة التي نشرتها الميدل إيست آي توضح بأن هنالك صداما كبيرا، قد لا يبدو صداما من كلام القائد الإطار التنسيقي الذي تحدثنا عنه الذي لم يذكر اسمه، ولكن هنالك مصادر مقربة من المرجعية العليا المتمثلة بسماحة السيد بسماحة السيد علي السيستاني تحدثت هذه المصادر بأن هنالك خطرا لصداما قادما، ولكن هذا الصدام تحدثوا عن طبيعة كيف سيكون. وبالتالي دعونا نرى ما الذي ثبتته الميدل إيست آي حول هذه المسألة. مصدر مقرب من السيستاني لموقع ميدل إيست آي تشير جميع المعلومات والإشارات المتاحة إلى أن التصعيد الحالي تحت السيطرة، وأنه جزء من أدوات الضغط التي يمارسها الطرفان على بعضهم البعض. وأضاف تقييمنا للوضع هو أن الاشتباك سيحدث لكنه سيكون محدودا، سيكون هذا نتيجة الخطاب المتوتر. وبالتالي في ظل هذه المعلومات وهذه المعلومات كلها تفسر لماذا رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي بدأ يتحدث بأن على هذه الأطراف المتنازعة الجميع أن يقدموا نوعا من التنازلات، يجب أن يقدموا تنازلات من أجل إنقاذ الموقف في الداخل العراقي. كان لديه أيضا لقاء مع رئيس الجمهورية برهم صالح بهذا الشكل اليوم، وكذلك كان هنالك لقاء لرئيس الجمهورية برهم صالح مع مبعوثة الأمم المتحدة وهي جينين بلاسخارت من أجل مناقشة هذا التصعيد السياسي. وعلينا أن لا ننسى اللقاء المهم الرباعي بين الرئاسات
الأربعة بهذا الشكل قد تم الأسبوع الماضي مع هذا التصعيد مع الوصول إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى المبنى من قبل أنصار التيار الصدري. السؤال هنا الذي يطرح: أين هي الولايات المتحدة الأمريكية من كل ما يجري؟ الولايات المتحدة الأمريكية من عدد من المؤشرات توضح بأنها ووضحت هذه المؤشرات بأن الولايات المتحدة تتعامل بحذر كبير مع العراق، وهذا كان واضحا من كلام قادم من المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للعربية الجديد الذي أجاب عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كانوا يقفوا مع الإطار التنسيقي أو مع أنصار التيار الصدري أو مع أي طرف آخر في الداخل العراقي، وقال الآتي: نحن لسنا منحازين لأي من أطراف الأزمة ومستعدون للعمل مع أي حكومة تعطي الأولوية للسيادة ولمصالح الشعب العراقي. الحذر في تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق أيضا أصبح أكثر وضوحا مع تفاصيل نشرتها بوليتيكو الأمريكية يوم أمس عن طبيعة مسألة الرد الأمريكي الذي شهدناه مؤخرا على الفصائل المسلحة في دير الزور تحديدا. فمصادر خاصة ومهمة ومسؤولين أمريكيين أكدوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد علمهم تماما عن الطائرات المسيرة التي قالوا بأنها انطلقت من الداخل العراقي من فصائل مسلحة موجودة في الداخل العراقي، أطلقت الطائرات المسيرة من محافظة بابل في إشارة إلى جرف الصخر تحديدا، أطلقوا طائرتين مسيرتين تجاه قاعدة التنف التي تتواجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية هي ومغاوير الثورة السورية بهذا الاتجاه، وكان هذا في 15 أغسطس الماضي. أخذت الولايات المتحدة الأمريكية 9 أيام لكي تقوم بالرد، وهنا المسؤولين الأمريكيين صرحوا إلى بوليتيكو الأمريكية وقالوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قلقة، هل نرد على الفصائل في سوريا؟ هل نرد على الفصائل المسلحة التي أطلقت تماما هذه الطائرات المسيرة؟ وهنا القلق من مسألة المفاوضات النووية أن هذا قد يدمر كل الأمور والتحركات الدبلوماسية ووصولهم إلى نقطة مهمة جدا من أجل العودة للاتفاقية النووية، ممكن لهذه المباحثات الدبلوماسية أن تنهار بسبب أي ضربة تأتي هنا. فهم يعلمون بأن إيران تعتبر العراق هو جزء من أمنها القومي المهم للغاية، بالنسبة أيضا للأوساط الأمريكية هي تعلم تماما بحسب اعتقادهم وبحسب ما نشروه في الأسابيع الماضية بأنهم حتى هذه اللحظة ليسوا متدخلين بما يجري بين الإطار التنسيقي من أزمة سياسية مع التيار الصدري المتمثل طبعا وقائده السيد مقتدى الصدر، هم ليسوا متدخلين وبالتالي لا يريدون إعطاء عذر بأي شكل من الأشكال لإيران أن تتدخل بقوة خاصة، وأن النفوذ الأمريكي بحسب الكثير من الأوساط الأمريكية التي تحدثت عن هذه المسألة بأن نفوذهم لم يعود كالسابق، لم يعودوا مؤثرين. وأيضا هم منتبهون على مسألة مهمة نشرت في بداية هذا الشهر في 3 أغسطس، مسألة متعلقة بالفصائل المسلحة مع بدء هذه الأزمة تحديدا التي نتحدث عنها، بأن هنالك خطة من أجل عملية التصعيد ضد الولايات المتحدة الأمريكية. المعهد ومعهد دراسات الحرب هو الذي تحدث عن هذه المسألة كما ترون في 3 أغسطس، وأشاروا إلى إحدى البيانات التي صدرت من إحدى الفصائل المسلحة التي قالت بأن هذه الأزمة السياسية التي تجري في الداخل هي بتآمر بريطاني من الناتو من الولايات المتحدة الأمريكية، وهددوا بضرب القواعد الأمريكية في كل المنطقة بما فيها، كما تحدثوا على المملكة الأردنية الهاشمية في تهديد جديد وغريب وتصعيد كبير. وبالتالي هم وجدوا بشكل واضح أن أي ضربة في الداخل العراقي سيعطي العذر الكامل لإيران لكي تتدخل بشكل كبير وتعطي الأوامر هذه الفصائل للتصعيد ضد التواجد الأمريكي بكل أشكاله كمستشاري للتحالف الدولي وكجنود أيضا موجودين في الداخل السوري، وبالتالي هذا سيعطي قوة كبيرة جدا أيضا لإيران بحسب هذه التفاصيل التي نشرها معهد دراسات الحرب في 3 أغسطس. سيعطي قوة أيضا للإطار التنسيقي وللأحزاب الموالية لهم ولتجديد قواها لتوحيد الأحزاب الخاصة بهم بما أنهم بدوا ضعفاء أمامه ويبدون ضعفاء أمام التيار الصدري في ظل هذه المواجهة السياسية المستمرة. وعلى هذا الأساس فإن الأمور قد تتغير، خاصة وأن السيد مقتدى الصدر هو لا يقبل بأي تدخل، ومن الممكن أن تتحلحل الأمور في ظل هذا التصعيد الكبير إذا ما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بضرب الفصائل المسلحة. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارا على ما يبدو حكيما، بعد 9 أيام ضربت الفصائل المسلحة في دير الزور، وبالتالي لم يكن هنالك أي تدمير
هذه الجهود الدبلوماسية. والدليل على هذا الأمر كان هنالك بيانا من إيران قال بأن ليس لدينا أي أهداف إيرانية قد ضربت في سوريا. هذا محور المقاومة هو الذي يقاتل، لا دخل لنا بهذه المسألة، وبالتالي لا زالت جهود العودة للاتفاقية النووية حاضرة رغم الضربة التي رأيناها وتراشق الصواريخ والمدافع وطبعا بطائرات الأباتشي والطائرات الحربية التي شهدناها في سوريا، هي لن تؤثر. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا حذرا وتتعامل بحذر مع الداخل العراقي. إحدى أهم الأمور التي لم يلاحظها الكثيرون مما جرى في العراق تحديدا في مسألة انطلاق الطائرات المسيرة من الداخل العراقي كما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قاعدة التنفك. هم نشروا هذا المنشور الذي ترونه وقالوا بأن الطائرات المسيرة جاءت من محافظة بابل وضربت قاعدة التنف، ولكن بسرعة بعد دقائق بسيطة قاموا بحذف هذه التغريدة وهذا المنشور الذي ترونه بهذا الشكل. بعدها قاموا بنشرها مرة أخرى، وبحدود وبحوالي الأقل من ساعة قاموا أيضا بحذف هذا المنشور، ولكنه انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام بأن الولايات المتحدة الأمريكية نشرت هذا المنشور الذي تحدثنا عنه. ولكنك إن ذهبت الآن إلى موقعهم الخاص للعزم الصلب والاتحالف الدولي لن تجد هذا المنشور، وهذا ما جعل العديد من الخبراء أن يشكوا في حقيقة هل فعلا انطلقت الطائرات المسيرة من العراق؟ هل انطلقت فعلا من محافظة بابل؟ هذه جاءت كلها بتفاصيل محدثة من القدس العربي من مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في التحالف الدولي، وأحد المسؤولين في التحالف الدولي السابقين كان قد صرح للقدس العربي ووضح بأن هنالك خللا في مسألة الخارطة أو المنشور الذي نشروه بأن هذه الطائرات المسيرة انطلقت من بابل بهذا الشكل. تبدو وكأنها بهذا الشكل التمويجي، بهذا الشكل الذي هو يبدو غريبا نوعا ما بحسب هذا المسؤول الذي طبعا لم يذكر اسمه من التحالف الدولي، مسؤول سابق. يبدو وكأنها قامت بعملية مناورة لقاعدة عين الأسد بهذا الشكل من أجل أن لا يتم ضبطها، ولكن في نفس الوقت هذه الانعطاف التي ترونها إلى القائم وقدومها بهذا الشكل هي قضية لم تكن مهمة للغاية على المستوى العسكري. وجدوا بحسب القدس العربي كان من الممكن بهذه السهولة للطائرات أن تنطلق وأن تقوم بهذه الضربة، لذا وجدوا بحسب معلومات جديدة وحصرية نشرت على القدس العربي أن الطائرات المسيرة فعلا انطلقت من الداخل العراقي ولكن لم تكن من محافظة بابل بحسب التفاصيل التي ذكروها. ودعونا نتوجه إلى القمر الصناعي، إن المنطقة كانت أقرب بكثير من المنطقة التي ذكرناها الآن لكم. هنا كما نلاحظ نحن نقترب من قاعدة التنف هنا في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا. المنطقة التي تحدثوا عنها هي عكاشات تحديدا، وجدوا بأن عكاشات هنا معمل الإسمنت الذي معمل الفوسفات في عكاشات، هذه هي عكاشات التي ترى هنا مخزن في عكاشات كما ترون بهذا الاتجاه. وجدت هذه التفاصيل بأن هنالك قاعدة في عكاشات تحديدا هي التي انطلقت منها الطائرات المسيرة. في حقيقة الأمر انطلقت منها العجلات رباعية الدفع التي كانت تحمل الطائرات المسيرة إلى موقع آخر. موقع انطلاق الطائرات هو كان من طريق مهم للغاية، هو الطريق الذي يربط العراق بدمشق إذا ما أخذنا هذه النقطة وركزنا عليها. طبعا بالنسبة لهذا الطريق الذي نذكره لكم الآن، هذا هو الطريق بهذا الشكل التقريبي الذي ترونه، وهو ممتد عبر منفذ الوليد طبعا مباشرة إلى منفذ قاعدة التنف التي نتحدث عنها والتي تعتبر منطقة 55 كيلو. وبالتالي هذه المنطقة الفكرة وما نشروه طبعا من عكاشات تحديدا القدس العربي بحسب مصادرها الخاصة أن ثلاثة عجلات رباعية الدفع تحمل هذه الطائرات المسيرة وقفت على هذا الطريق وانطلقت الطائرات المسيرة بهذا الشكل المباشر وضربت هذه القاعدة. وبالتالي المسألة ليست مسألة مرتبطة بمحافظة بابل بحسب هذه التفاصيل، وهذا يوضح الحذر الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع العراق. بل إن هنالك أيضا خبراء بدأوا يتحدثوا عن مسألة ما الذي يجري، هل المسألة هو صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ عندما نتحدث عن ضربات على سبيل المثال إسرائيلية تجاه الفصائل المسلحة أو من الفصائل المسلحة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الرجل الذي ترونه أمامكم
وهو جوزيف سيرنسيوني أحد أهم خبراء الأمن القومي، كان قد تحدث بصريح العبارة بأن ما يجري اليوم في هذه المعركة هي مسألة حقيقة بين الحرس الثورية الإيراني، وجه الفصائل المسلحة بشكل عام لضرب القوات الأمريكية إذا كانوا في العراق أو إذا كانوا في سوريا من أجل أن يعطلوا المفاوضات النووية. الحرس الثورية الإيراني لا يريد لهذه المفاوضات النووية أن تنجح وأن تكون هنالك عودة للاتفاق النووي. نفس الأمر بالنسبة لإسرائيل، كما تحدث سيرنسيوني قال بأن الضربات التي تأتي على الفصائل هنا، الضغط مثلا على الولايات المتحدة الأمريكية، هو كله يهدف لمسألة مهمة ألا وهو إفشال المفاوضات النووية. وبالتالي سيرنسيوني وجد أن جنود إيران متمثلين بالحرس الثورية الإيراني، ووصف أيضا الإسرائيليين كجنود وبيادق هي موجودة تعمل في الداخل، هي لا تريد إنجاح هذه المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على المستوى الدبلوماسي والسياسي يريدون العودة للاتفاقية النووية. ولكن هذا لا يعني بأن الفصائل المسلحة سيترك أمرها في الفترة القادمة، فهنالك تفاصيل خطيرة جدا جاءت في بيان من البيت الأبيض رسمي بلقاء تم بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الدفاع الإسرائيلي بني جانتس، وقالوا الآتي حول الفصائل المسلحة. ناقشا سوليفان وغانتس بين قوسين التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي والحاجة إلى مواجهة التهديدات من إيران ووكلائها. كذلك بشكل مفاجئ الآن فرنسا دخلت على الخط. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت لديه تصريحات وقال بأن الكرة الآن في ملعب إيران من أجل العودة للاتفاقية النووية. الجميع ينتظر إجابة إيران على التعليقات الأمريكية لمسودة الاتحاد الأوروبي للعودة للاتفاقية النووية، ولكن في نفس الوقت ووضح متى وكيف ستتم مناقشة مسألة الفصائل المسلحة الموالية لإيران، وصرح بهذا الشكل وقال: أعتقد أنه اتفاق مفيد إذا أبرم بالشروط المعروضة اليوم، وهو أفضل من عدم وجود اتفاق، لكنه أيضا اتفاق لا يعالج كل المسائل، نحن ندرك ذلك، وبالتالي سيتطلب التحدث مع إيران حول الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي وزعزعة الاستقرار في مواقع عدة. وعلى هذا الأساس بالنسبة لماكرون هنا دخل على الخط بقوة كبيرة ووضح طبيعة ما هو قادم بهذه المسألة. ولكن أيضا السؤال هنا الذي يطرح: متى ستحل مسألة العودة للاتفاقية النووية؟ بتفاصيل جديدة كانت قادمة من نور نيوز، وضحوا بهذا الشكل الذي تلاحظونه بأن إيران ستجيب نهاية هذا الأسبوع حتى 2 سبتمبر يوم الجمعة تحديدا سنسمع الرد الإيراني على التعليقات الأمريكية، والتعليقات الأمريكية كانت حازمة في مسألة التعليقات الإيرانية الأولى التي أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي من أجل جهود دبلوماسية لإعادة الاتفاق النووي. ما هو أخطر من كل ما يجري الآن في نفس توقيت هذه الأنباء، بارك هابد أحد أهم الخبراء الذين طبعا يأتون بالتسريبات الخطيرة للغاية على موقع أكسيوس الأمريكي، كشف بأن رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيع سيكون الأسبوع القادم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي واشنطن لمناقشات سرية ومغلقة حول الاتفاقية النووية وحول ما ممكن أن يتم عمله في ضغط طبعا واضح للغاية، الضغط كبير جدا، وبالتالي هنالك تخوف كبير مما هو قادم. ويظل السؤال الأكبر: هل هذه التسريبات فعلا توضح حقيقة ما هو قادم في العراق، أم إنها من أجل تخفيف وطأة ما ممكن أن يكون قادما، وبالتالي سربت كل هذه المعلومات؟